السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن الجزء الثاني من الافعال الشاذه regular verbs. كما قلنا في الجزء الاول لدينا نوعين من الافعال، افعال نظاميه regular وعندنا افعال irregular، اذا افعال شاذه. كما قلنا الفعل النظامي لتحويله من المضارع الى الماضي او اسم المفعول او تصرف الثالث فقط نضيف دي او اي دي. الفعل الشاذ ممكن يتغير حرف او حرفين وهكذا. تكلمنا بالجزء الاول، اليوم نتابع في الجزء الثاني. ممكن سائل يسال لماذا عندنا ثلاث اشكال مثل عندنا باللغه العربيه، ياكل اكل ماكول، يرى راى مرئي. ايضا باللغه الانجليزيه لديهم ثلاث اشكال للفعل، المضارع الشكل الأول نستخدم المضارع البسيط، الشكل الثاني بالماضي البسيط، والشكل الثالث بالأزمنة التامة باللغة الإنجليزية. نتابع في هذا الفيديو بقية الملاحظات التي تحدثنا عنها في الجزء الأول عن الأفعال الشاذة. تابع معنا نهاية الفيديو، لدينا الكثير من الملاحظات المهمة التي تساعدنا على حفظ الأفعال بشكل سريع. لاحظ بهذه المجموعة الكلمات فيها EA، فعندنا speak تصبح spoke. نحذف الـ EA نستبدلها بحرف O. التصرف الثالث نفس التصرف الثاني فقط نضيف حرف N. لاحظ فقط ضفنا N، فعندنا speak spoke spoken، steal stole stolen. أيضا لاحظ EA استبدلناها بـ O، وضعنا نفس التصرف الثاني فقط وضعنا N. weave wove woven فقط ضفنا N، التصرف الثالث أو الشكل الثالث للفعل. break broke broken، swear swore sworn. إذن بهذه المجموعة إذا كانت الكلمة فيها EA نستبدلها بـ O، التصرف الثالث نفس التصرف الثاني فقط نضيف N، مثل كما قلنا speak spoke spoken، steal stole stolen، weave wove woven، break broke broken، swear swore sworn. بهذه المجموعة نلاحظ فقط ننهي الكلمات بالماضي O U G H T، أيضا O U G H T نلفظها out، bring brought brought، fight fought fought، think thought thought، catch لدينا حرف A إذا نضع A U G H T، إذا catch caught caught، buy bought bought. إذن لاحظ فقط نضع O U G H T، طبعا G H لا تنطق، لا نقول برقة هيت، إذن حرف صامت. لماذا؟ في اللغة الإنجليزية لا يلفظونها، لذلك إحنا لا نلفظها فقط. bring brought brought، لاحظ كيف التغيير. إذن سهل، بيكون عندنا بهذه الطريقة أسهل نحفظها O U G H T، fight fought fought، think thought thought، catch caught caught، buy bought bought. أيضا لدينا هذه المجموعة فقط تكون منتهية O U N D، نحفظها بهذه الطريقة O U N D، مثل عندنا find found found. إذا نلاحظ O U N D، أيضا التصرف الثالث نفسه O U N D، grind ground، لاحظ ground ground، went wound wound، bend bound bound. إذا لاحظ I N D استبدلناها O U N D، أيضا I N D استبدلناها O U N D، I N D O U N D أيضا بهذا الشكل. إذا نحفظ I N D
نستبدلها OUND. إذا هذه الملاحظات تفيدنا إنه دائما بحفظ بهذه الطريقة بتكون أسهل. ننتبه لهذه المجموعة، نلاحظ التصرف الثاني منتهي EW، التصرف الثالث نفس الأول فقط نفس التصرف الأول فقط نضيف N. فعندنا بلوم بلو بلون، لاحظ نفس التصرف الأول بلوم فقط ضفنا N. فلاي فلو فلون، لاحظ أيضا ضفنا N. ثرو ثرو ثرون، أيضا فقط ضفنا N. جرو جرو جرون، درو درو درون، withdraw withdrew withdrawn. إذا لاحظ التصرف الثاني منتهي بـ EW، نستبدل الـ O بحرف E. التصرف الثالث فقط نفس المضارع، يعني نفس المصدر هذا، فقط نضيف N لنهاية الفعل. blow blue blown، fly flew flown، throw threw thrown، grow grew grown، draw drew drawn، withdraw withdrew withdrawn. أيضا لاحظ هذه المجموعة sell sold منتهية OLD أو يكون عندنا OST. sell sold sold، tell told told، lose lost lost. إذا ننتبه، إذا كان عندنا E double L نستبدلها O L D. sell sold sold، tell told told. إذا كان عندنا L O S E تصبح O S T، lose lost lost. إذا لاحظ هذه المجموعة بدل ال A Y الكلمة المنتهية ب A Y نستبدلها A I D. فعندنا say said said، استبدلنا ال A وال Y ب A I D، say يقول said said. relay relayed relayed، pay paid paid. إذا P A Y استبدلنا ب A I D، pay paid paid، relay relayed relayed، say said said. أيضا لدينا هذه المجموعة، عندنا write wrote، استبدلنا ال I ب ال I ب O، وضعنا double T E N، حذفنا ال E وضعنا double T E N. عندنا write wrote written، أيضا حذفنا ال E double D E N. get got gotten أو ممكن got، اثنين صحيحة، ممكن تقول got gotten. إذا التصرف الثالث من get gotten صحيحة، got صحيحة. forget forgot forgotten. إذا ننتبه، إذا كان متاب T E أو D E نحذف ال E ونستبدلها ب double T أو double E ونضيف EN. حالة الماضي فقط ال I نستبدلها ب O. ننتبه لهذه المجموعة، أصل الكلمة sell، أصلها do build write spell. نلاحظ فقط وضعنا prefix سابقة لها، مثلا وضعنا out over re and miss. ننتبه هذه الملاحظة، فقط نغير الجزء الثاني، نعرف sell تصبح sold sold، إذا تصبح out sell out sold out sold. أيضا do did done سهل، over do over did over done. rebuild rebuild rebuild، إحنا نعرف build تصبح built built. إذا لا نغير بالسابقة، فقط الفعل كما تعلمنا sell sold sold، السابقة كما هي. underwrite underwrote underwritten، misspell misspelled misspelled. أيضا انتبه هذه المجموعة من المهم جدا حفظها، هي verb to be أفعال
الكون هي ام از ا. ايضا verbs do افعال العمل، عندنا do does did، ايضا verbs to have افعال الملك. اذا هذه مهمه يجب ان تعلمها بصم. عندنا ام طبعا فعل الكون من الفعل يكون، انا اكون، انت تكون، هم يكون، وهكذا. التصرف الاول ام، الماضي منها was. التصرف الثالث been، is الماضي منها was been، are were been. اذا been نفسها مع am و is و are، بالشكل الثالث تكون been، لكن بالشكل الثاني عندنا am was is was. ايضا do does افعال العمل ايضا نستخدمها فعل رئيسي او فعل مساعد بالمضارع البسيط. do و does الماضي منهم did، يعني do الماضي منها did، does ايضا did. do يعمل، does يعمل، did عمل او فعل. التصرف الثالث ايضا done، اذا do does did done الشكل الثالث. ايضا have و has بالازمنه التامه، وايضا ممكن يكون فعل عادي بالجمله بمعنى يملك او يشرب او ياكل. اذا ياكل، يشرب، ويملك. الماضي من have و has had، والتصرف الثالث ايضا نفسه had. اذا من المهم جدا تعلمها am is was are were، التصرف الثالث been، do does did، التصرف الثالث done، have has had، التصرف الثالث had. اذا بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن الجزء الثاني من الافعال الشاذه. بيكون اخذنا بالجزء الاول بعض الملاحظات استكملناها في هذا الجزء لكي تسهل علينا حفظ الافعال الشاذه باللغه الانجليزيه بطريقه اسهل، بالتالي اعرف استخدمها في اللغه الانجليزيه. اتمنى قدمت شيء الفائده. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس، ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.